اتضح أنه المتهم بريء بريء يطلق سراحه بعد 6 أشهر. يطلق سراحه بعد 6 أشهر. طيب ما أنت قلت بريء، زي قلت بريء، إذا اتضح أنه المتهم بريء طب شو مخلي ليه بعد 6 أشهر؟ يعني كمالة على ال يعني. فإذا يعني إحنا نقول غير شكل أنه قواعد القانون طبقها، هذا موقوف. أصول المحاكمات الجزائية تقول لك 15 يوم ماكسيمم، قاضي أولا قاضي تحقيق، وقاضي التحقيق هو يوقفه، وما يجوز التمديد إلا للمرة واحدة، والتمديد بسبب، وبعد أن يخلص السبب تقول خلاص. أما موقوف، موقوف شو يعني؟ يعني ما عندنا إحنا بالعالم كله الآن في مدارس العقوبة أنه العقوبة تمتد. عندنا العقوبة لها هدف معين، ألا وهو الإصلاح، الإصلاح حتى ينخرط هذا العضو بالمجتمع. إضافة إلى ذلك وفاة عدد منهم في التوقيف، وفاة عدد من عندهم في التوقيف، وهناك إحصائيات تشير أنه ناس كثيرة عدد السجناء تخطى 42,000 سجين، منهم 9,000 سجين بتهمة الإرهاب. طبعا مثل ما عرضت لكم إياها قبل شوية، مواطن عادي ما أستطيع أدافع عن نفسي كحكومة أقول أنه هذا مواطن، لكن لما يكون عندي سبب العالمي يبرره أقول أن هذول داعش والإرهاب دولي. فإذا الإرهاب، وقد أيد المركز الدولي لدراسات السجون الأرقام، واحتل العراق المرتبة السادسة في هذا الجانب.